صباح الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله لأخبار الرياضة من جولة الصباح. البداية من محلياتنا، فبأجواء باردة جدا انتهت مساء الأمس مباريات الجولة الثالثة من بطولة الشهيد محمد عدنان المصري والمقام حاليا في مدينة بورصة تركيا بإشراف الهيئة العامة للرياضة والشباب في سوريا. قبل بدء المنافسات أدى لاعبو الفرق التحية إلى شهداء مجزرة ريف حلب الشمالي الذي ارتكبها النظام المجرم قبل أيام بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء قريتي رتيان وحردة نين. وجاءت المباريات ساخنة جدا على عكس برودة الطقس، وكانت النتائج كما يلي: فوز أهلي حلب على أمل سوريا بستة أهداف لثلاثة، وأحرار سوريا على العربي بخمسة عشرة هدفا لثلاثة، وانتصار الحرية بخمسة على الغضب السوري بأربعة أهداف. في ثامن أيام بطولة الشهيد مصطفى تيزري والتي تجري حاليا في معارة النعمان بريف إدلب تنظمها الهيئة العامة للرياضة والشباب في سوريا، انتهت مباريات الأمس بانتصارين تقاسم نقاطها كل من فريق الأرجنتين الذي تغلب على نظيره حيش بثلاثة أهداف لهدف واحد، كما فاز فريق النجم الجنوبي على نظيره الشباب بذات النتيجة، فيما سيلعب اليوم كل من اتحاد حيش أمام نظيره فريق الشهداء، وسيخوض الأهلي المباراة الثانية في مواجهة فريق الرام. آسيويا، أعلن الرئيس التنفيذي لمنتدى سوكو يوكس دينكان ريفي عن إجراء تعديل موعد على المنتدى الآسيوي الذي سيقام في الأردن، بحيث سيقام يومي الثالث والرابع من أيار المقبل. وقال دنكن في بيان رسمي بأن صدور قرار اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم بتغيير موعد مؤتمر الكونغرس الخاص ليقام في نيسان فرض إحداث تعديل موعد سوكر يكس الأردن 2015. وأضاف دنكن أن الهدف من المنتدى الآسيوي هو تعزيز تطوير كرة القدم والجانب المختص بالأعمال للعبة في آسيا من خلال توفير منصة عالمية لدول المنطقة لا سيما الأردن وجيرانها. في إسبانيا، استغل ريال مدريد هدية غريمه برشلونة الذي سقط أمام مالاغا بتحقيق فوز مستحق على مضيفه إلتشي في مباراة لم تكن سهلة جمعت الفريقين على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن منافسات الجولة 24 من الليغا. كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القاسم المشترك بهدفي الريال، حيث صنع الأول لزميله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 56 قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 69 لينهي صيامه عن هز شباك أندية الليغا على مدار شهر كامل. وبهذا الفوز رفع الفريق المدريدي رصيده إلى 60 نقطة ليعزز صدارته لجدول فرق الدوري ويوسع الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد ألتشي عند 23 نقطة في المركز 17 وليبقى في منطقة الخطر. في إنجلترا، اقتنص ليفربول 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في الجولة 26 من البريمير ليج على ملعب سانت ميريز. أحرز هدفي الريدز فيليب كوتينيو ورحيم ستيرلينج في الدقيقتين 73 ليرتفع رصيد الليفر إلى 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 46 نقطة في المركز الخامس. وفي ذات الجولة انتهى ديربي لندن بين ويست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبيرز بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، فبهدف بالدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة انتزع توتنهام تعادلا ثمينا مع ضيفه ليحرمه من استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة. وأهدر ويست هام فرصة تحقيق الفوز الأول له في آخر 4 مباريات خاضها في البريمير ليج، سقط بفخ التعادل المباراة الثالثة على التوالي ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، وارتفع رصيد السبيرز إلى 44 نقطة في المركز السادس. من إنجلترا إلى إيطاليا، حيث أهدر روما فرصة جديدة للضغط على يوفنتوس لصدارة الكالتشو، وسقط مجددا بفخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه فيرونا في المرحلة 24 من المسابقة. وبدأ أن روما في طريقه لتحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف سجله قائده المخضرم فرانشيسكو توتي في الدقيقة 26، لكن زميله المالي سيدو كيتا منح أصحاب الأرض التعادل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 38. وبهذا حرمت النيران الصديقة ذئاب العاصمة من تحقيق فوزهم الثاني فقط في آخر 7 مباريات،
حيث كان التعادل هو الثاني على التوالي والسادس في المباريات السبع التي خاضها الفريق في المسابقة. ورفع روما رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط خلف يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 25 نقطة علما بأنه حصد أول نقطة له في آخر 4 مباريات خاضها في المسابقة. وفي باقي مباريات المرحلة فاز لاتسيو على باليرمو بهدفين لواحد، وميلان على تشيزنا بهدفين نظيفين، وإمبولي على كييفو بثلاثية نظيفة. كما يلتقي اليوم كل من انتر ميلان بكالياري ونابولي مع ساسولو. من كرة القدم إلى كرة السلة، حيث توج فريق ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، وذلك عقب تغلبه في المباراة النهائية التي أقيمت في جزر الكناري على غريمه برشلونة ب 77 نقطة ل 71. بهذا الفوز يحصد الريال لقبه 25 في المسابقة مقابل 23 لقبا للفريق الكتالوني. وجاء الفوز بحضور ولي عهد إسبانيا ورئيس مجلس إدارة ريال مدريد فلورنتينيو بيريز، الذي غاب عن لقاء فريق كرة القدم أمام إلتشي من أجل مساندة فريق النادي الملكي في رحلته لجزر الكناري لخوض نهائي كأس الملك. وكان من المفترض أن يحضر بيريز مباراة الريال أمام إلتشي، إلا أنه قد غير رأيه في اللحظات الأخيرة لمصاحبة فريق كرة السلة. المزيد من الأخبار الرياضية في سياق التقرير التالي. اعترف لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه لم يكن على المستوى الفني المطلوب في مباراته التي خسرها بهدف نظيف أمام منافسه ملقا ضمن منافسات الليغا، مؤكدا أن الفريق المنافس كان أجدر بالفوز وأن الهزيمة أمامه كانت مؤلمة. وقال إنريكي بعد أن أضاع برشلونة فرصة اعتلاء صدارة ترتيب أندية الدوري الإسباني بشكل مؤقت، إنها نتيجة مؤلمة وليست مفيدة بالنسبة لنا، ولكن ملقا كان أكثر جاهزية وأحسن استغلال أخطائنا. وأضاف: سنرى ما سيحدث في المستقبل، الهزائم تؤلم وتتطلب وقتا لعبورها، سنواجه تحديا جديدا بالقريب العاجل، وسنسعى لإثبات أننا لازلنا الفريق الذي تألق في الفترة الماضية. ويواجه برشلونة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليلة غد الثلاثاء في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ونتحول إلى كرة القدم الألمانية، حيث تبادل فريق إكسبرغ المراكز مع باير ليفركوزن الذي فاز عليه بعد المرحلة 22 من دور الدرجة الأولى الألمانية. وبات الفريق الخاسر يحتل المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة حصدها من 11 انتصارا وتعادلا واحدا و10 هزائم. وبات الفريق الخاسر يحتل المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة. أما ليفركوزن فتقدم عن منافسه بفريق نقطة في المركز الخامس، حيث بات يمتلك في جعبته 35 نقطة من 9 انتصارات و8 تعادلات و5 هزائم. يأتي ذلك فيما أعلن رودي فولر مدير الكرة في باير ليفركوزن أن النادي قام بتمديد عقد لاعبه المغربي كريم بالعربي حتى صيف العام 2020، ليضيف بذلك 3 سنوات إلى عقده الحالي الذي ينتهي في العام 2017. ونختتم جولتنا من نجاح البطل الأولمبي البريطاني محمد فرح في كسر الرقم القياسي العالمي لسباق ميلين عدو داخل الصالات في بطولة برمنغهام لألعاب القوى. وتمكن العداء البريطاني صاحب الأصول الصومالية من إنهاء السباق بغضون 8 دقائق و3 ثوان و41 جزءا من الثانية ليكسر الرقم القياسي السابق الذي حققه الأثيوبي كينينيسا بيكيل عام 2008 بفارق 1 ثانية فقط. وكان فرح لم يشارك في أي سباق منذ آب الماضي، إلا أنه عاد ليتألق مثبتا أنه أفضل العدائين في الوقت الراهن. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة. أعود بكم إلى نداء عبد المجيد لاستكمال مشوار جولة الصباح. تفضل نداء. شكرا لك ماين.